رزق مصطفى الرئيس الناطق الرسمي لمنتدى مغرب مستقبل. احنا اليوم كنتواجدوا بمدينة قرشيف، والمناسبة شرط، المناسبة هي أننا اخترنا أن تكون أو يكون انعقاد ديال الندوة الوطنية الثانية اللي نقدموا فيها الخطة الاستراتيجية الثانية 2021-2023 بمدينة قرشيف لاعتبارات عديدة. الاعتبار الأول هو أن أحد المؤسسين ديالنا ديال حركة قادمون وقادرون سابقا منتدى مغرب المستقبل حاليا قد قرر أن يأخذ غمار الانتخابات التشريعية والجهوية المقبلة، واخترنا كذلك باعتبارنا حركة عابرة للأحزاب وعابرة للنقابات وعابرة للمنظمات وجمعيات المجتمع المدني أن تكون من بين هذه التعبيرات التي يعني هي توجد بيننا وأسست معنا لهذه التجربة. فنحن يعني كما نقول نعمل على تحرير هذه الطاقات أن تختار كذلك خيارات أخرى ربما تهم العمل المؤسساتي وتهم الانتخابات وتهم التدبير والتسيير الترابي. فبالتالي نحن نقول على الأقل أن قادمون وقادرون ومغرب مستقبل قد كانت، وكنا نقولها دائما، أن نحن مشل للنخب. فطبعا اليوم يتبين لا من خلال المناضلات ديالنا خارج الوطن اللي تقدموا الانتخابات وفازوا بها في مناطق معينة، وكذلك أننا نراهن على أن اللائحة المواطنة تجد موطئ قدما داخل كل الأحزاب من أجل تشجيع الانتخابات، وكذلك من أجل يعني أن يكون الربح ديالنا والرهان ديالنا هو مغرب المستقبل. فطبعا الخطة الاستراتيجية ناقشت يعني مقومات القوة ومقومات كذلك الضعف ديال الحركة ديالنا منذ انطلاقتها، وكذلك ركزت على العديد من يعني من العديد من نقولوا من الركائز الأساسية التي قامت عليها هذه التجربة، طبعا بقيمها وطبعا بمساراتها وكذلك بأفقها اللي غادي يمكن نخرجوا منه عما قريب واحد الخطة يعني اللي هي عملية ان بلان داكسيون اللي يمكن ينزل كل هذه الأفكار ديالنا على مستوى الواقع. وما ننساش بأنه النقاش اللي عشناه اليوم في قرشيف غادي يعطينا واحد العدد ديال أو عطانا واحد العدد ديال الخلاصات والمخرجات غادي نمشيو كذلك باش نعرضوها يعني قريبا بمدينة الرباط في ندوة صحفية وطنية. شكرا. توريا العمري، شبكة نساء مواطنات. كنجيو لمدينة قرشيف في هذا اللقاء اللي كينظمو منتدى مغرب المستقبل. هو لقاء مهم جدا، كنعتبره محطة استراتيجية لأن قدمنا فيه الخطوط العريضة ديال الخطة الاستراتيجية ديال المنتدى 2021-2023. كنعتبره كذلك محطة مهمة جدا لأننا كنلتقيو بطاقات شابة و خبرات من مدينة قرشيف، كنلتقيو كذلك باش غنقول فرص واعدة للتغيير، فرص واعدة للتأثير من خلال مجموعة من فعاليات لمدينة قرشيف. وكنعتبروا بأن المنطلق ديال الاستراتيجية ديالنا من هذه المدينة هو يعبر عن مبادئ منتدى مغرب المستقبل، عن كذلك أهداف من منتدى مغرب المستقبل الذي يطمح إلى تغيير واقع الفئات الاجتماعية المهمشة، تغيير كذلك واقع الجهات على المستوى المجالي والترابي واللي هي جهات مهمشة، ثم كذلك خلق الثروة وتوزيعها توزيعا عادلا بين مختلف المناطق، مختلف الفئات، بين النساء والرجال كذلك. وكذلك كنتمنوا أن المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هذه الاستراتيجية، لأننا حنا كنعتبروا نفسنا في قلب التغيير وفي قلب التأثير.